عشان بنصور على اجمل سيت اب عندنا تقريبا خدنا كل وحدات الاضاءه. هنا واحده، هنا واحده، هنا واحده، هنا واحده، وهنا وحده قلب. يا وحيد انت اللي مش عامل سبسكرايب يا ولا. بس احلى حاجه في التحدي ده ان دي بتفصل ما بيننا. بصراحه الموضوع كان بيبقى فيه تلزيق قوي. ازيكم يا دفاحين، ورجعنا لكم بتحدي جديد. فكره التحدي بتاعت النهارده هي تحدي الاسباجيتي بعجله الاضاءه. التحدي ده مجنون جدا وصعب جدا، وبصراحه النتيجه فيه ممكن تكون وحشه جدا يا اما تكون جامده جدا. والموضوع كله ماشي عن طريق الحظ، ان انت بتلف العجله والحاجه اللي بتقف عند السهم انت بتحطها على المكرونه بتاعتك. قبل ما نبتدي فكره التحدي، لو انت مش مشترك في القناه اشترك في القناه وشغل الجرس. والتحدي ده لو وصل 150 الف لايك هنعمل رقم قياسي، بس الارقام القياسيه بتبقى مش شوكولاته. الرقم القياسي ده هيبقى من فلوس في اول واخر مره، ان احنا بعدها هنفلس او هنشحت، يعني مش عارف. كل واحد مننا هيبقى قدامه طبق مكرونه اسباجيتي. المكرونه دي جاهزه ومتبله ومظبوطه كل حاجه، ويجرب بقى حظه مع عجله الحظ. طبعا زي ما انت عارفين ممكن يجي لك مكرونه صلصه تونه بيسه، ممكن يجي لك صوص كول، ممكن يجي لك لحمه نيه، ممكن يجي لك الوان ضد الباهي بقى، ممكن يجي لك لحم حمير. بحبك يا حمار ولعلمك يا حمار. تيجي انا ولا انت؟ لا لا لا، ملكة وكتابة. اسمها ملك وكتابة. انت ايه عايز ترتبط؟ اي حاجة غير كتابة؟ انت ايه؟ انا عكسك. لا انا اللي عكسك يا مش سالك بربع جنيه. انت ايه بس؟ ملك ولا كتابة؟ انا ملك. يعني انا كتابة؟ اه انا ملك. لو جت ملك هلف العجلة. هلف العجلة. ايه ده؟ انا مكنتش عايز الف العجلة. لف بقى. نوتيلا عادي عادي. ايوه جربنا اندومي بالنوتيلا قبل كده، كان جامد. كان خرج. ما تصرفش في النوتيلا. انت مستمتع ليه؟ والله تستاهل بوجك. استنى بس كده، هي النوتيلا لزق. شم ريحه الملح مع النوتيلا. انت جامده يا اسطى، ريحه المكرونه جامده. انا هموت وادوق ريحه المكرونه. تتريق عليا؟ ممكن ادوق؟ لا والله ريحتها جامده، بس هي ممكن تكون حلوه. ستوب. دوق شعرايا. انا ما بتنقطنيش. هدوق. ايه رايك تاكل؟ في مسلسلات رمضان اللي لسه معدي. بصوا كان بيضرب ازاي؟ تعالى التيشيرت عشان كرمشه. في تحدياتنا بنضرب بحقيقي. واحد اثنين ثلاثة. بص اهو رجعت السما. اوضة. ايه ده؟ ايه اللي رجعت السهم؟ انا همسك لك السهم. لا ما انت ممكن تكون ماسك الدايت. هبص عليك من ورا. ماشي انا ماسك السهم. ابعد ما تحكش. خد تونه. دي تونه قشطه. ماشي مكرونه تونه طول عمرنا بناكلها قشطه. احنا جايبين نوع اكثر نوع تونه. اكثر نوع ايه؟ ده انضف من اللي احنا بناكلها. يا عم استنى، تونه مفتته لحم فاتح. ادي ده لو طلعت لحم فاتح درجة أولى، دي اسمها كويس دي. يعني كويس إن أنت هتاكل تونة. تونة صح. بص أهو تعمل كده. ثانية وتقف. في زيت؟ في زيت. فالزيت ده إحنا بننام بيه؟ لا أي أم هيلسي مان. فتح يابا. فتح. ياه. ادوقها بزيتك. اصبر. بقول لك إيه؟ هندوق الأول. بقول لك إيه؟ إيه ده؟ إحنا ما ينفعش ندوق؟ لا ما ينفعش تدوق. في قط غلبان. بس ممكن تقول أنت. بقول لك ايه؟ القط بتاعنا غلبان، سيب له شويه. عشان القط ده انت مش قلت ما ينفعش ندوق؟ يا ابني انا بقول لك القط غلبان، افهم بقى. انت اللي غلبان؟ انا القط. كل شويه بغير من حيوان لحيوان. امبارح كان مأدي دور البقره، بس كان مأدي جامد فشخ. جرجس. يلا يلا. القط ده وشعري. شعرك ايه؟ مش مهم شعرك. الحس. الحس بسرعه. الحس يلا. الحس. ايه ده؟ انت هتحط دول حبه بس؟ لسه في حاجات تانيه. انت حاسب الدنيا كده عك؟ بابا في مقادير. انا اللي هلفها انا. انت امسك بس السقف ده عشان عدي. ايوه لو سمعت صوت حكه هعرف انها كذبه. حلو. بابا والله حلو. مع نوتيلا. يعني. البس. وربنا دي كانت هتبقى جامده قوي مع التونه. اه. بقول لك ايه؟ مش قلت لك دوري؟ انت قلت لي لا؟ لا لا مش هنغش يا عم. احنا مش بنغش. اسمها تحريف المصداقيه.
اقناعتك فكك. احنا ما نحرفش مصداقيه. احنا المصداقيه عندنا رقم واحد يا حيوان يا دين الادب. انت المفروض تضرب نفسك. انا اللي اضربك. ما انا ضربتك عشان انا بحس بالامك، فانا لما انت اتألمت انا حسيت بالامك، فانا دلوقتي موجوع، فانت محتاج تصالحني. انت لما ضربتني حسيت بالامك، يعني انا لما اضرب نفسي انت حسيت دلوقتي. يا لهوي يخرب بيت التمثيل، هعقب لك كده. مش كنت لما تبقى بيت يوتيوبر او الدباحين بالذات، والحاجات اللي بتلاقيها بأحجار. هنموت عياض دلوقتي. طب انا دمي ايه؟ اشم ريحه البصل. اتشي ده مش بصل. هات اوريك تقطيع البصل ازاي. احنا ناخد البصل بسرعه. ده البصل اللي احنا قطعناه. انا مبقتش متفائل بصراحه. ريحه المكرونه مع التونه جميله، بس ريحه البصل فجره. يا عينيا هي طول عمرها كده، اللي بيقف مع الناس ما حدش بيقف معاه. قلب عشان البصل هيموتني. يلا بينا على الجوله الثانيه يا جماعه. واحد اثنين ثلاثه. قوطه قوطه حلو. هو ده اللي كان ناقص والله العظيم. ده اللي كان ما فيش هنا شويه رشه ملح، شويه زيت زيتون. عايز قوطه؟ خد قوطه. ايه ده؟ ما جاتش. خد قوطه. يا ابني الاندري يا ابني والله العظيم. بص عايزها. انا مش هقول لك دي مستحيل تتحط على المكرونه، ده مستحيل القط ياكل من وراك. بيت الاصوات. طب انا عايز القطه بتاعتي. التيشيرت الجديد. اضربك بالقلم، ده انا لسه ضربك سته وما حوقش. والله انا اسف. لو اعرف ان هي كانت هي التيشيرت كنت عملت كده من بدري. بصوا بقى يا جماعه، هوريك خدعه سحريه. ايه رايك؟ انت عارف الحلو في الموضوع ده ايه؟ ايه؟ لسه فيها شغاله ما نقصتش. نخش بقى على الجوله اللي بعدها. اللفه دي اسمها لفه راسي والف سيف. تيجي صح. اثنين ثلاثه. بينا بطل. لا بينا بطل. اهي والله اهي. استنى السمكه معروفه على ال... نخش بقى بالبينا بطر. البينا بطر مع النوتيلا ومع المكرونه تمشي، بس مع البصل. هي يمكن هي اللي هتعدل البصل. لا. هي الفكره ان انا هحط المعلقه دي جوه البينا بطر. فاحنا عندنا حل تاني، بس للاسف انا مضطر. انا مضطر والله. في ناس هتاكل من بعدك. مين بقى؟ مين راجل؟ مراتك وولادك، ناس مسؤوله منك. انا مش فاهم ازاي انت تكون راجل. إذا كان أنت بقيت راجل، مش عايز أنا أبقى راجل. هتسألني عليهم هقول لك حبايبي زي ما الـ WWE. مش أحسن ما أكون واحدة مستخبية في جسم راجل؟ طب ليه بتتكلم عن نفسك دلوقتي؟ فوقتين لك تعالي. طول عمري شايفك بطلي فنفسي أكون زيك. بصراحة أنا مبسوط قوي إن بطلتي طلعت أنا بطلها. يا ابني ما تحاول. انا ابويا برضو قال لي ما تحاولش مع البقره تقنعها تاكل غير البرسيم. خلاص مش هشخصبك على حاجه ما بتحبهاش. وانا المان. انا الكل في الكل شقيت. انت الكل في الكل بهيم. تمام يا قصف. حوش ده القصف الجدع. زعلت. انا عندي كتير. شكلك خايف ولا ايه؟ جاي. انت ما يجيش منك عشان تقف قصادي. لو وصل 200,000 لايك هنفخه في قصف الجبهه الموسم الثاني. يا عم لو وصل 200,000 لايك هتفرجوا عليك وانت بتتهزق. لازمتها ايه؟ بص هو بصراحه عايز اتهزق، عايز اجرب الاحساس. اصل انت واخده كله ليك. نلتقى وسلطان. 200,000 لايك وينزل لي ده هو. 170,000 لايك. 170 كم صور. ممكن اخش بالبينا وتر زبدة الفول السوداني. خش يا زبدة بظهر المعلقة دي. انا عارفك معف جعفر العمدة الارض. انا ولا داري كده ولا داري كده داري كده ولا ده. مش غيرني مش غيرني. وانا ولا داري كده ولا ده.
انا عايز اقلب بقى الكلام. قلب ورينا المنظر. النوتيلا دخلت مع الزبدة بينا بطر بقى في حاجة لونها بيج بقت طحينة. والله ريحتها مقبولة. تسرق مني فلوس؟ وياريت دي سرقت حاجة عدلة. معاك جنيه؟ استنى وريني. ولا وريني مخبي ايه؟ طب يلا ممكن نخش. نخش طوارئ مش الجولة. في حلو. خش. لا يا بابا لا انا اصلا ما رضيتش اقول لك ان ريحتها وحشه. طب هي تيجي معلقه بالله عليك. معلقه ايه؟ هي واحده في الاخر لما الطبق يكمل. ده رزقي وحظي. كان رزقك وحظك بتسرع اخوك وتقسمه في رزقه. اللي كده تبديل يا جماعه. انا ببدل باخد طبق وهو بياخد طبق. بتقسم اخوك في رزقه؟ لا انا اخوه. انا باخد رزقه كله. لا ده اللي ما اكل النهارده. هات الطبق. بص انا بهزر من قدام الكاميرا لكن من ورا الكاميرا بقسم بالله لو ما اكلت طيب انت شايفه اكل منه؟ تاكله كله. يلا يلا دوري. لون طعام. ممكن انا اختار لك معاك ثلاث الوان. اصفر ازرق احمر. دي الوان الطعام معايا. اصفر وازرق واحمر. فانا ممكن اصفر وازرق واحمر. الله اكبر عليك. كل ده بسبب الكمون. فانا هاخد ازرق. بص ماما بيعمل ايه في نعمه ربنا. بص الطبق بتاعي بقى شكله عامل ازاي. اقلب. فاكهه. نخش بالفاكهه. امسك الطبق ده. امسك الكنتالوبة. انا اسف. هو كان في موزتين. هو داخل بموزتين. كان في ثلاثة. انا موزة وانت موزة. كان في ثلاثة. اصلا يعني بدور عليها وراك وهي قدامك. ده انت بجح. احنا ما بنغشش. فين الاتيكيت؟ اتيكيت اكل الموز. بصوا بقى الموز نقطعه. شايفين؟ تعرف والله الأكلة بتاعتك كلها جميلة. بس شيل البصل. بسم الله. شكلها مسكرة أوي. شكلها مسكرة طرش يابا طرش. هو أنا اللي حاسس إن أنا في جنينة أبو حسن أبو حسين عارف إيه؟ مان يخرب بيت الجمدان. حلو؟ تقوم تاني قطعة مطلعها كده. أوريك عشان شكل الطبق بقى حلو شوية. شوية نوتيلا على فاكهة على بصل على مكرونة. بصوا احنا ننظف المكان ونرجع لكم تاني. فواحد اتنين تلات. الموضوع كده بقى على النظافة قوي وكأننا قاعدين في مطعم كده. احنا نقدر ندوب. يلا يلا صلصة وتونة. استنى انا عايز حتة فيها تونة. انا عايز لقمة تلم كله. ادي اناناس موز اندومي بالنوتيلا بالبينا بشر. عندك وحشة أوي. أنا مش مطمن. يا لهوي. حلو ولا وحش؟ تقيل أوي. بس يتاكل. البصل طلع عادي بالنسبة للفاكهة. طعمه مش جاي مع أناناس. والله. بس البيضة بطر تقيلة أوي. بس ده ما يمنعش إن إحنا ممكن نمسك الفاكهة. أنا بصراحة طبقي ده أديله 4 من 10. 4؟ هو وصل لـ4؟ طيب ندوب بقى البتاع ده. عشان البصل والبينة بطر. ايه اللون طلع ليه طعم مقرف والصلصه مش متحقيقه والتونه ما لهاش خضار. ريحته وحشه قوي. تاكل موزه سد معاك. هو ده طعم الموز ولا طعم الانتصار يا جماعه؟ ده كده التحدي رقم كام اللي اكسب فيه ورا بعض؟ تاكل طعم الانتصار؟ بره واحد. طب يا جماعه وبكده اكون انا اللي كسبت وطلع حظي احلى اللي هو اصلا كان طبق. فالمهم لو عجبتكم فكره التحدي بتاعت النهارده اهم حاجه ما تنسوش تشتركوا في القناه وتشغلوا الجرس. وبرده ما تنسوش التحدي ده لو وصل 150 الف لايك هنعمل رقم فلوس. ولو وصل 200 الف لايك هنعمل الموسم الثاني اول حلقه.
وي جابكم الفيديو كان سلام.